بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، وإن كان عندي أوراق طويلة في هذا الموضوع، التصوف منهج أصيل لإصلاح الفرد والمجتمع، ولكني تأخرت يومين للحضور في هذا المجلس، ولذلك أقتصر الكلام. وحيث أني أيضا من الهند كرئيس جامعة الثقافة السنية الإسلامية التي يدرس فيها 20,000 طالب وطالبة، ولا أكرر أحوال الهند لما سمعتم من أخينا قبل قليل. أيها الإخوة، أيها العلماء الكرام، نتعجب في هذا العصر الحديث حيث أننا نسمع من بعض الناس كأنهم ينكرون على التصوف ويحقرون الصوفية والعلماء الذين يقال لهم الصوفي، يقولون هذا صوفي هذا صوفي هذا صوفي، كأنه مبتدئ أو كأنه مشرك أو ضال مضل. والله لا ندري كيف ينكرون هذا الإنكار. إذا كان هناك صوفي في الظاهر وليس بصوفي حقيقي، فكذلك جاء مسيلمة الكذاب نبيا وليس بنبي، هل ننكر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك يكون في كل شيء أصيل ودخيل، ونحن نأخذ بالأصيل ونترك الدخيل. وكذلك التصوف الذي نتكلم عنه هو العلم النافع الذي دخل فيه الأولياء الكرام. الإمام أبو القاسم الجنيدي سيد الطائفة سئل عن التصوف فقال: تصفية القلب عن الموافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإلى آخر ما قال. وكذلك قال جميع من العلماء الصوفيين أن التصوف الذي نأخذ به أشار إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: ما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتصفية القلب عن الشرك والبدعة والكبر والسمعة والرياء وغيرها من الأخلاق الذميمة، هذا هو التصوف، وإليه أشار قوله سبحانه وتعالى عندما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. انظروا إلى آيات الله سبحانه، خليل الله إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى فقال مقدما لتعليم الحكمة على التزكية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم. والله سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية وفي آيات أخرى التزكية، لأن المقصود من إرسال المرسلين والأنبياء الصالحين هو تزكية القلب، تزكية الناس من الكبر والسمعة والرياء وغيرها من الأمراض القلبية. وإليه أشار قوله سبحانه وتعالى في كثير من الأماكن، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التزكية. أيها العلماء الكرام، أيها الأفاضل، ولذلك ينبغي أن نميز بين الحق والباطل، لا نأخذ الطريقة المخالفة للدين. انظروا إلى قول الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز في كتابه فتوه الغيب: المقالة الأولى فيما لا بد منه لكل مؤمن امتثال وأمر يمتثله ونهي يجتنب عنه والرضا بقضائه. فإذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز: امتثال أوامر الله
واجتناب نواهيه من شروط الطريقة. قال الشيخ زين الدين المخدوم المليباري في كتابه: وطريق كل مشائه قد قيدت بكتاب ربي والحديث والصلاة. فإذا الطريقة المأخوذة من القرآن والسنة الموافقة لاتباع الشريعة المحمدية هي الطريقة الحقيقة، هي التصوف هو الذي يوصل إلى هذه الطريقة. والذي يدعي واحد من الناس الطريقة والتصوف وهو يخالف الشريعة ويدبس شرب الخمر ويدبس كذا كذا كذا، ليس بالشريعة الإسلامية وليس بتصوف عندنا. ونحن نأخذ بالتصوف الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى، ولكن هذا الاصطلاح التصوف حدث بعد قرن، وكذلك حدث شيء من كثير من الأسماء بعد قرون، لكن أصله موهود من القرآن والسنة. الصوفي الحقيقي، لا أقول الصوفي الإسلامي، الصوفي الحقيقي وهو الإسلامي، وهو الذي يمشي على الطريقة المحمدية، وهو يأخذ بأوامر الله واجتناب نواهيه، ومع ذلك ينظف قلبه. كلا بل ران على قلوبهم، قلوب الناس بالرين والفحش والكادرات قد تغيرت وتبدلت، فعلينا أن نغيرها ونطهرها. والله المستعان على ما نصف، والحمد لله رب العالمين.